أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: الاستخلاف كيف يكون إذا كان الإمام ساجدا مثلا فانتقض وضوءه، هل يتقدم المستخلف وهو ساجد؟ وكيف يقدمه الإمام؟ هل يسحبه أو يكلمه أو كيف يكون ذلك؟ الاستخلاف له حالتان: الحالة الأولى إذا أحس الإمام أنه سينتقض وضوءه أو أنه لا يستطيع إكمال الصلاة لعارض عرض له، فإنه يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة، ولا خلاف في جواز ذلك. والحالة الثانية أن يسبقه الحدث، ينتقض وضوءه، الإمام ينتقض وضوءه ويسبقه الحدث. ففي هذه الحالة المشهور أنه تبطل الصلاة، صلاته وصلاة المأمومين، لأن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام، وقد بطلت صلاة الإمام. فإما أن ينتظر الجماعة حتى يتوضأ الإمام ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وإما أن يخلف الإمام من يصلي بهم ويستأنف الصلاة من جديد. وبعض العلماء يرى أن هذه مثل الحالة الأولى، أنه يستخلف من يكمل الصلاة ولو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف. نعم، ولكن الأول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو قول الكثير من العلماء. نعم، أنه إن سبقه الحدث بطلت صلاة المأمومين، صلاته وصلاة المأمومين. نعم. كيف يستخلف؟ يقول كيف يدعو خليفته؟ يأمر واحد من الناس فيصلي بالناس يستأنف الصلاة من جديد، لأن الإمام بطلت صلاته. أي نعم.